عبد الرحمن معانا دلوقتي عن طريق سكايب من دبي. احنا قررنا ان احنا نطمن عليه ونشوف اخباره ايه. مصري وغالي علينا طبعا، وعايزينه مستقر وعايزينه بيشتغل وعايزينه ناجح، وقصته كانت مؤثرة وطريق كلامه كمان يعني اشعرتنا كده اللي هو عامل ايه. يا عبد الرحمن صباح الفل. ازيك يا رميس؟ صباح النور. صباح الفل عليك. احنا طبعا يعني عشنا معاك الفترة الأخيرة دي التفاصيل اليومية بتاعتك اللي انت قررت ان انت تحكيها للناس بشكل طبيعي وتلقائي لكن مؤثر جدا، فقلقتنا عليك، حسينا انك اخ كده لينا، واحد من العيلة وقرر يسافر يدور على شغل، فعايزين نطمن الأول تطمن الناس لقيت شغل. انا تمام الحمد لله. انا بشتغل دلوقتي كفريلانس كشغل حر، عندي شركتين بعمل لهم شغل، بقدم لهم يعني الخدمات بتاعتي. بس فريلانس دي يعني لفترة محددة هتعمل لا، مثلا هو فريلانس يعني فريلانس مش بير بروجكت، مش ببروجكت معين، لا فريلانس يعني فريلانس بشتغل كل شهر معاهم، بعمل لهم المانجمنت بتاعت الماركتنج بتاعهم، يعني انا بشتغل مسؤول عن الماركتنج بتاعهم، فبس كل شهر يعني عقد شهري معاهم. مش طب الحمد لله، يعني نقول مبروك. لا مبروك، طب الحمد لله مبروك تمام، يا عبد الرحمن، الله يطمنك. الله يبارك فيك. ألف ألف مبروك. الحمد لله، لأنه الحقيقة إحنا كنا قلقانين، وخلي بالك دي دعوات المصريين. طبعا ده عيطوا كتير قوي، انا خدت بالي ده ناس كتير قوي، يعني ده لو ما اشتغلتش يبقى مش عارف مين اللي هيشتغل وانا ما اشتغلتش كده. ايوه بالظبط، يعني احنا كلنا كنا بندعي لك من قلبنا اللي هو يا رب يلاقي شغل ربنا يكرمه، لانه كنت قلقان على تحويشه العمر اللي في البنك اللي بتصرف منها كل شويه. ده حقيقي، ده حقيقي، تحويشه العمر فعلا كانت، تحويشه العمر كانت بتخلص خلاص. فالحمد صرفت لله. كتير، صرفت كتير. كتير قوي يعني، فرق العمله بالذات، وهنا السكن غالي شويه، ففرق العمله ده بيعمل فرق جامد في المصاريف، يعني في الاخر الفلوس بقى بالمصري، خصوصا لما تيجي بتحولي بره مصر بيبقى يعني في شويه عمولات بتتخصم، فممكن صرفت كتير قوي. عايزة أسألك عن إحساس أول فلوس قبضتها، يعني وأنت الصراحه انا كنت بتعاني اول فلوس وصرفت كتير، الإحساس ده كان عامل إزاي؟ إنك هتدفع خلاص أخيرا الإيجار، هتستقر، هنستغنى بقى عن الآيس كريم اللي هو متعتك الوحيدة اللي ب2 درهم. يعني لا احكي لسه عن باخد أول ايس كريم مرتب. برضه. والله انا كنت مبسوط جدا باول مرتب، ان هو يعني لان جه بعد 180 يوم تقريبا، فيعني بقى كنت بقى لي لا يعني 120 يوم، بعد 120 يوم بالظبط جه المرتب دوت، كنت مبسوط بيه جدا الصراحه، لان يعني عارفه بقى لي 120 يوم بصرف من فلوس معايا، فعارفه لو جاي ينقذني كده انا اخيرا هدفع الايجار بقى من الفلوس بتاعتي او الفلوس انا قبضتها، فده كان بالنسبه لي احساسه حلو ان انا بقى يعني ما بطلت ان انا اسحب من فلوسي اللي كنت محوشها قبل كده او كده، فالصراحه انا كنت مبسوط بيه، وحسيت يعني ان السعي او المجهود اللي بذلته قبل كده ممكن يكون ربنا بيعوضني بيه دلوقتي بشكل افضل من اللي انا كنت متوقعه كمان. الحمد لله، ربنا يعوضك يا رب، الفلوس اللي في البنك كمان تزيد وتكبر، انت مجتهد وبتسعى، الله وربنا دايما بيوفق كل مجتهد وكل واحد بيسعى ربنا بيكرمه. انا عايزه اعرف انت بتشتغل ايه، يعني ايه الشغل اللي انت شاطر فيه، وكمان انا عارفه ان انت لقيت فرصه، بس بما انك يعني كواليفايد وشاطر كان ممكن تمشي ناس، وانت ما هنش عليك رغم احتياجك للشغل، ما هنش عليك انه ناس يمشوا علشان انت اشطر منهم. معاك. يعني اول حاجه انا شغلي في الماركتنج، انا بشتغل في الماركتنج بلاننج والاستراتيجي والديجيتال ماركتنج، السوشيال حلو. ميديا ماركتنج والحاجات ديت، كنت بشتغل بقالي 7 سنين في مصر تقريبا، كان عندي اكسبيرينس كويس، اشتغلت في شركات واشتغلت كفريلانس واشتغلت شغل شخصي ليا، فكان عندي خبره اكسبيرينس ك7 سنين، فالصراحه انا حسيت يعني النقطه بتاعت تناوش ناس ديت، يعني انا حسيت يعني حاجتين، حسيت ان انا اقدر الاقي فرص ثانيه واقدر ان انا اسعى اكتر، جايز هما ممكن ما يكونوش يتوفر لهم نفس الفرص، فعلشان كده ما حبيتش ان انا امشيهم، وما حبيتش الجزء الثاني ان يعني انا بيبقى لي اسعار ثابته، وما بحبش ان انا بقى يعني ممكن المنافسه هنا بتبقى صعبه شويه، لان يعني في جنسيات مختلفه، فممكن تبقى المنافسه في السعر بتبقى صعبه شويه. بس انا ببقى مقدر الشغل بتاعي بسعر معين او بقيمه معينه، ببقى عارف ان اقدر اقدم ايه والحاجه دي سعرها كام، فمش بحب ان انا اخش في كومبيتيشن او منافسه بتاعت السعر. فعلشان كده يعني النقطه دي اللي انت اتكلمتي فيها، ان انا يعني ما حبيتش ان انا اقلل السعر، وما حبيتش ان انا اجي على حد تاني. بس ربنا يكرمك، والله ربنا يكرمك يا عبد الرحمن. اخبار المصريين هناك ايه؟ كونت علاقات المصريين وصداقات هناك كويسين واقفين معاك الحقيقه، عندنا وكده؟ مطاعم كتير مصريه هنا، الايه؟ عندنا مطاعم كتير مصريه،
عندنا مطاعم كتير مصرية هنا والمصريين وعندنا كونت صداقات ومعاك وبيساندوك ده انا مشهور قوي هنا دلوقتي. يا ولد. ده كلهم عارفيني هنا في الامارات خلاص. ما شاء الله، هم المصريين جدعان في كل حته، وعايزين نشوف بقى اهتمام كبير بعبد الرحمن يا جماعه هناك. تخليكم معايا كده وربنا يكرمك، ربنا يوفقك. انت دخلت قلوبنا كده بطريقه كلامك وقصتك اللي انت قررت تعيشنا معاك فيها. ان شاء الله المداخله الجايه يا عبد الرحمن تكون مش بس نجم ومشهور هناك بقى على السوشيال ميديا، تكون كمان وصلت لحلمك وحققت اللي انت عايزه وتحوشت العمر نزود عليها اكتر بكتير، وربنا يكرمك وتقف على رجليك. بشكرك يا عبد الرحمن، ربنا معاك لكل مجتهد نصيب يا جماعة. شكرا ليك، ودايما اللي بيسعى ودايما اللي بيجتهد ودايما اللي بيتكل على الله وبيرمي حموله على ربنا وما بيبصش حواليه ربنا بيكرمه، مفيش كلام. إن شاء الله ربنا يكرم الجميع. دي كانت فقرتنا النهاردة من ترندز، لسه حلقتنا مكملة، خليكم معنا.